محل باتيستري مايز للحلويات والمعجنات. نحن هلا هون فتحنا الفرع جديد بالشارشة، صار لي شي اسبوع هون، قبل كنت بياني بازار. نزحت من حلب تقريبا قبل سنة ونص بسبب الظروف والوضع الحرب وامور طبعا كثيرة. دغري جيت من حلب للريحانية لهون لمرسين، جماعة نصحوني انه مرسين امنوا لي فيها شغل، امنوا لي فيها بيت، والجماعة الله يسامحهم طلعوا على الله يسامحهم. الحمد لله رب العالمين، انا معي 3 اولاد، انا ابني بنشتغل الحمد لله رب العالمين، وعندي بنت بالمدرسة وبنت هلا يعني حتطلع بدورة تركية عم تتعلم تركي بفضل الله. هون الحياة بتركيا يعني شلون بدي اقول لك، اللي بيعرف يعيشها حلوة بس فيها كثير صعوبة. الشغل له عدة مراحل، انا اول شيء اشتغلت بورشة خياطة، تعلمت الخياطة بسوريا بحلب قبل ما اطلع، بركت في مجال الخياطة 9 أشهر، لقيت اجور الخياطة جدا جدا ضئيلة يعني ما بتكفي اسكر مصاريف البيت، فلذلك قالوا لي الناس بالمطعم. اشتغلت بمطاعم، الرواتب حلوة والشغل حلو بس عانيت كتير يعني من ضغط الشغل، من الرواتب كانت حلوة يعني ما انه طاول ضئيلة بس وقت طويل، يعني انا ما بدي الاقي وقت لاولادي ولا اشوف يعني، وانا عندي طفلة عمرها 10 سنين يعني مضطرة انا اتفرغ لها، والمدرسة تسأل علي، فلذلك صرت افكر بقى بشغل منيح ومردود منيح ووقت قصير. يعني عندي ظروف كانت انا هون لحالي، يعني ما معي مثلا لا اختي لا اخوي، ما معي حدا، انا اولادي لحالنا هون بس الحمد لله رب العالمين، معنا الله نشكر الله. يعني طلعت لازم الاقي حل، والله نحن الحمد لله رب العالمين توكلنا على الله، فتحت بمنطقه شعبيه اكثر من هالمنطقه، انسترت معي اكثر، بطلعت هلا انا على طول الصيف بدي محل يكون منطقه كبيره، منطقه شغاله اكثر، منطقه سياحيه اكثر. لقيت هالمنطقه منيحه وصح لي جماعه اعطوني هذا المحل، اخذته صراحه بالتقسيط. الشريك اللي معي قال لي بدي اشوف جدارتك بالشغل، يعني مجرد ما الاقي اشوف جدارتك بالشغل تثبتي مكانتك بالسوق بدعمك لابعد الحدود. يعني انا هلا مثل ما بقولوا شبه امتحان، بحاول اثبت انه انا قد هالشغل، انه انا قد هالمسؤوليه، قد انت المسؤوليه اللي اعطيتني اياها. شريكي صار له 4 أشهر يعني حرام ما 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 كسب ماديا ابدا، قال لي بس معلش نحن بدنا نكسب وجودك بالسوق، بدي السوق يسالوا على كلمه باتيسري المايز، معجنات المايز، ماركه المايز. فلذلك نحن هلا ان شاء الله يعني انا مثل ما بقول اول شيء بلشت بال مثل ما بقول صنف الجاتو والمعجنات، وانتقلت لصنف الحلويات مثل ما انت شفت كافة انواع الحلويات، وباذن الله هلا ان شاء الله عم ندرس موضوع نشتغل هلا البوظة، يعني تصير مثل ما بقولوا موضوع كامل، طبعا الهيطلية والرز بحليب والكباب والمناسف، يعني انه دا يكون ان شاء الله شغلنا جدا موسع. عم ننتقل من خطوة لخطوة ومن خطوة لخطوة، والحمد لله رب العالمين، ما توفيقي الا بالله، والله يخلي لي الناس اللي وقفت جنبي، في ناس جدا جدا كانت معي منيحة بفضل الله، وفي ناس كانت جدا جدا ما منيحة، وكل شيء صار في الدنيا. بالنسبة هون نحن زبايننا في سوريين وفي الحمد لله أتراك، بس السوريين هون بمنطقة هاي أكثر من الأتراك. السوري ليش؟ من النوع اللي بيصحى على بيته أكثر، السوري يعني بيحب دايما يعني مثلا إنه يجيب أحسن شيء لبيته. التركي كل شخص مسؤول عن نفسه، يعني التركي بيحب ياخذ له شيء يكفي له، السوري لا بده ياخذ له لعياله ولضيوفه. لا الحمد لله رب العالمين. ونحن بالنسبه لنا بنصنع هون، نستلم طلبات، بنأمن طلبات الخارجيه كلها، بيجينا مثلا مواسم عراس، خطبه، ضيافات، ايش بخطر لك نحن مثلا قوالب عيد ميلاد، اعراس، نحن عندنا هون تصنيع مباشر، شغلنا كله تازه. الحمد لله رب العالمين ما حدا اشتكى من شغلنا، دائما عم نلاقي دعم. الاشخاص اللي عم بتعامل معهم مثلا مثل اللي باخذ من عندهم بضاعه، اللي باخذ من عندهم مثلا مواد الاوليه، بيعميني بشكل كبير. يعني عم بيقولوا لي انسانه مثلك يعني بقولوا ساعيه ولا رزق او رزق اولادها، الحرام عم بلاقي منه مساعده كبيره وحلوه، يعني يعني مو بس عم بتعاطفوا معي، عم بيشجعوني. يعني في سهوله بالتعامل. بالنسبه للتراك يعني ما كثير بيحبوا التعامل كثير مع السوريين، يعني التراك يعني في منهم ومنهم، يعني منهم بيحبوا يتعاملوا ومنهم لا بيتجنبوا، بيحسوا انه ممكن نحن اذيناهم اقتصاديا بشكل غير مباشر. يعني نحن مثلا هلا انا سعر الحلو عندي 15 ليره فيه، ما عندك لل 20 في 25، عده مثلا عده اصناف، عده مثلا اسعار. التركي لا، اقل شيء مثل الهريسه مثلا الصاده الصاده يعني بيقولوا لها حلاوه،
هي عبارة عن سميد تشبه العريسة، يعني هي أرخص مادة عندهم 20 ليرة الكيلو. مثل هلا نحن هلا مثل هريسة الباشا، هريسة مثلا هيك ب 20 ليرة. بيجي مثلا التركي بيطلع هاي عليها فستق، هن بحبوا انواع الفساتين، بحبوا يعني الصنف الحلو فيه فستق. هن عندهم الصنف الحلو فيه فستق وجوز بتحكي ب 30 وانت طالع 30 35، بالجوز اقل شيء ب 25، يعني هذا ها تحت الوسط. نحن لا، هون مثلا ببلش انا عندي مثلا كيلو الهريسه من 10، للكيلو البقلاوات مثلا في السوق العادي ب 15، في عندي مثلا البقلاوه بجوز 25، بالفساتة 30 40، يعني اسعار بتناسب الكل. الشرند قال لك البيتي فور في ب 20 وفي ب 15، وحتى في انواع المعجنات ب 12. الوالب السواري، الاليزابيث، المارينجا اسعارهم يعني بتقول بما بالوسطي، يعني عم نحاول نحن ننافس يعني تثبت قطعتنا بالسوق جدارتها، وبنفس الوقت يعني انه نلاقي رواج اكبر. كنت قاعد في مدينة حلب حي الشيخ مقصود، ما بعرف اذا حضرتك سمعنا عنه. هذا الحي من فترة 3 سنين ونص، ما يقارب 3 سنين ونص، تم تحريره من قبل الجيش الحر، فصار ضرب بشكل قوي وعنيف من قبل النظام على الحي، فاضطرينا ننزح للمناطق القريبة مننا. نزحنا لحي مساكن هنانو، قعدنا بمساكن هنانو ما يقارب سنة، سنة وشهرين. كان بداية دخول مرحلة البراميل إلى حلب، فتم تدمير حي مساكن هنانو بشكل لا يوصف، فاضطرينا كمان ننزح إلى مدينة مارع، ما بعرف إذا حضرتك سمعان فيها. بركنا بمدينة مارع كمان ما يقارب السنة، تقدم تنظيم الدولة إلى مدينة مارع، كمان صار في شبه حصار واضطرينا ننزح إلى تركيا. فأنا بحكم أنه إلي أقارب في مدينة ميرسين التركية، جيت إلى تركيا ومن ثم إلى مدينة ميرسين، وشو مثل ما حضرتك شايف فتحت محل، والحمد لله رب العالمين الأقبال معقول، يعني من قبل الأتراك ومن قبل السوريين. طبعا يعني نحن عانينا في سوريا بشكل لا يوصف، واكبر معاناة كانت انه النظام ضرب صاروخ سكود من ما بعرف من المنطقة، بس يقال انه من الشام، فطب بنص دار اهلي وقتل ابوي وسته اخواتي مرة واحدة، يعني شيء لا يوصف طبعا، يعني حجم الكارثة. طبعا قتلت غير ناس، ولكن من عائلتي 8 أشخاص ضربة واحدة. أو شوفت عينك، الحمد لله رب العالمين، صابرين محتسبين، ولكن الحمد لله رب العالمين الأتراك عم يحاولوا يعينونا قد ما بحسنوا، والحمد لله رب العالمين. أقبال حتى أقبال تركي على محلات السوريين مقبول، أقبال السوري على السوري مقبول، والحمد لله رب العالمين، يعني عايشين ومستورين في البلد. السلام عليكم، أنا مواطن سوري. نزحنا من حلب بسبب القصف وأشياء الدمار صار. الحمد لله جينا أول شيء ما نزحت على تركيا، جيت على كلس بالمخيمات، باركت شغل سنة، باركنا بالمخيمات شغل سنة، صرت أجيب شوية بضاعة، اشتغلت بالألبسة. بعدين أجا خالي بعد شغل سنة، أجا خالي وطلعنا عمرسين، أجا خالي أخذنا عمرسين. أنا من مصلحتي معلم بخاخ، تميت أشتغل بمرسين 5 سنوات، تميت أشتغل بمرسين، والحمد لله جمعنا شوية رأس مال، فتحت المحل الألبسة هون، وقلنا يلا أحسن من الشغل عن التراك والشي هاد. شاركت واحد، شاركت عمي كمان المحل هاد، وعنا هاي بضاعتنا هون، المحل هاي بضاعتنا كلها سورية، وزبوناتنا سوريين، ما عنا زبونات أتراك قليلين،
الحمد لله كرمنا كمان فتحنا محل جبنة، محل عطورات، مكياجات وعطورات، وعم نجيب بضاعتنا كلها على محلات سوريين. ويعني بأصلا هون صار فتحوا محلات كتير، يعني السوريين فتحوا معامل أشياء، جاب بضاعة كلها عم نشتغل بضاعة سورية يعني كلياتنا، معظم يعني زبوناتنا كلها سوريين. نزحنا من حلب من تقريبا حوالي 3 سنين، جيت على كلس تقريبا برقت شي 6 شهور، يعني 7 شهور اشتغلت فترة ما يتمم يعني كثير الشغل. نصحونا بمرسين يعني تقريبا انه مدينة اكبر ومجالها اوسع، بس هي على فكرة مدينة سياحية يعني لا اكثر ولا اقل. اشتغلنا باكثر من مصلحة يعني، بعدين لقى الحلال قال تعال نفتح مطعم، تشاركنا نحن الجماعة يعني، والحمد لله مبدأ انه عايشين، بس ظروف السوريين صايرة كثير صعبة. أول شيء شغل مثل عادي ما في خفيف، يعني هلا أغلبية السوريين بشكل عام من هون يعني عم يطلعوا غير مدن، يعني مرسين مثل ما بتعرف هون منطقة سياحية لا أكثر ولا أقل، يعني ما فيها هالمعامل هالكذا يعني عم بصعبوها شوي على السوري بشكل عام. يعني يعني الله يقدم فيه الخير، بس كان في قبل تسهيلات اكثر من هيك، يعني هلا صار يلحقونا برخصه ماليه، رخصنا ماليه، هلا بده رخصه بلديه، يعني في صار شويه صعوبه. وبشكل عام العيشه يعني ضعيفه كثير كثير، يعني العيشه هون صايره ضعيفه. والله يقدم فيه الخير احسن شيء. هلا بشكل عام هون عم صعبوا علينا موضوع الرخص، انه لحقونا بالرخص، رخصنا قلت لك ماليه، خلصنا منه اجونا بالبلديه، يعني انه يكون فيها الدخل اللي يغطي الرخص، خيو كان ما في مشكله خيو منرخص، بس الدخل يعني تحت الوسط، يعني دوبه يغطي مصاريفنا نطلع راس براس، ومعيشتنا، واجار بيت غالي، قبل يعني اول ما جينا على مرسين كان تاخذ بيت لنفرض 150 200 ليره، اليوم اضرب بيت 500 و600 وبده ايجار سنه، يعني العامل شد يوميته هون احسن عامل خلي 50 ليره ايش بتقضي معيشه، يعني بس من هالمبدا يعني قلت لك انه يكون في واحد انه وضعه يتحمل خيو وارجع برخص بلديه واستقر، بس الوضع ما بنحمل، يعني ما في مثل ما بقولوا هالكم الهائل من العمل، يعني اغلبيه العالم بيركي من راس سنه لهلا وعم بهاجر، قلت لك مرات مرسين.